اهلا بحضراتكم مين جديد. طيب احنا عشان نتكلم اكتر في تفاصيل مباراه الترجي والاهلي، بالتاكيد احنا هنا بنحاول نقدم ماده اعلاميه مختلفه شويه، ومن بدري كده بنحاول نعيشكم في اجواء هذه المباراه. وطالما هنتكلم عن مباراه الترجي والاهلي على المستوى الفني كمان، لازم يكون معانا ابرز لاعب وابرز مدرب اشتغل في الترجي التونسي وحتى على مستوى المنتخب التونسي في السنوات السابقه. لو بنتكلم على الانجازات، هو مع المنتخب التونسي حقق كاس امم افريقيا كمساعد لروجيلو مير عام 2004، تواجد مع المنتخب التونسي في اولمبياد اثينا 2004، حقق مع الترجي الثلاثيه الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا، حاليا عامل انجازات طيبه مع المنتخب السوري رغم الظروف الصعبه اللي بيواجهها واللي بيواجهها ايضا المنتخب السوري. هو مدرب قدير جدا بتحترمه الجماهير الاهلاويه والجماهير الترجويه، لذلك في هذه اللحظات انا برحب بالكابتن نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا والمدير الفني السابق لمنتخب تونس وايضا نادي الترجي التونسي. كابتن نبيل يعيشك. شكرا لك يا محمد، شكرا على هذا التقديم، اهلا بك وكل مشاهدي قناه الاهلي، والف مبروك اولا خاطر الفرصه ما جاتليش باش نهني الاهلي بكاس السوبر لاني كنت في معسكر ونحضر في مباريات المؤهله لكاس العالم. مبروك مره اخرى لكل اهلاويه من كل قلبي. الله يبارك فيك، احنا بنقدرك جدا وبنحترمك وبنحب دايما نشوف كل الماتشات اللي بيقودها الكابتن نبيل معلول سواء مع الترجي او المنتخب التونسي او حتى حاليا مع المنتخب السوري. وعايز ابارك لك ايضا في بدايه الحديث على التاهل مع المنتخب السوري وانت في صداره المجموعه لكاس اسيا، وبتستعد كمان بعد التاهل للدور الثالث في تصفيات كاس العالم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المولى سبحانه وتعالى وفقنا، لعبنا 7 مباريات فزنا ب7 مباريات، ما زالت مباراة واحدة ضد الصين يوم الأربعاء يوم الثلاثاء القادم بإذن الله إن شاء الله. طمنا احنا حاليا على المركز الأول، خلاص معناه المركز الأول بالنسبة لنا، احنا نعرفوا أنه في آسيا يتأهلوا فيه 8 مجموعات، يتأهلوا 8 الأوائل وأربعة أفضل ثواني، احنا الحين في المركز الأول. الحمد لله قمنا بمسيرة متميزة مثل ما تفضلت وقلت محمد، رغم الصعوبات الكبيرة اللي اعترضتنا تيلة السنة هذه، تيلة التصفيات سواء معنويه وخاصه الماديه ما يخفى على حد، معناه احنا كاطار فني صار لنا حاليا سنه وثلاثة شهور من غير راتب، وهذا طبعا خارج على نطاق الاتحاد السوري. هذه العقوبات اللي موقعه على الاتحاد السوري طبعا من الخارج، لكن الحمد لله هنا نكملوا في المشوار والحمد لله اللي وصلنا المنتخب السوري لبر الامان. معاك لاعبين مميزين، وانا اعرف ان الكابتن نبيل معلول رغم ان ممكن يكون معاك كواليتي كويس جدا، لكن بيتعامل نفسيا حتى مع اللعيبه على اعلى مستوى، واعتقد ده السر حتى في النجاحات اللي موجوده مع المنتخب السوري في الفتره الاخيره يا كابتن نبيل. والله يا محمد من سوء حظنا الى حد الان المنتخب السوري ما لعبش بالتشكيل المثالي الاساسي، معناته خالص المباريات اللي لعبناها عمر الصومه مش موجود معانا، احمد الصالح مش موجود معانا، عمر خريبين لسه مش موجود معانا، محمد بركات مش موجود معانا في المباريات الرسميه، يعني لاعبين مميزين ممكن يكونوا اساسيين في الفريق الى الحد الان دعبول مش موجود معانا، لاعبين مهمين جدا يعني متغيبين علينا في الفتره هذه، لكن الشيء اللي عجبني انا في اللاعب السوري هي العقليه والروح الكبيره اللي يلعب بها وينزل بها في كل مباراه وكانها مباراه دور نهائي، وهذا الشيء معناه اللي قدرته كثير، الروح العائلة الموجودة عند اللاعبين السوريين الحمد لله. خاصة أيضا رغم نقص الإمكانيات يعني الاتحاد السوري كرة قدم حاول باش يوفر لنا أقصى ما يمكن لنجاح المسيرة هذه. أنا عارف طبعا الظروف في آسيا مختلفة شوية عن القارات الأخرى، أنتوا حاليا بتلعبوا في مدينة الشارقة في الإمارات. نعم. مظبوط. والله المفروض محمد إحنا كنا راهو نروحوا للصين، مجموعاتنا كانت موجودة في الصين. داخل تعرف صعوبات القناة في الفيزا وفي التحول للصين وجائحة كورونا هذه والصين عاملة معناها أشياء صعبة برشا بتتحول الاتحاد الآسيوي في آخر وقت، يعني احنا رجعنا من المطار محمد الأسبوع الماضي رجعنا من المطار وحولوا المجموعة هذه الكل جات للشارقة، واحنا حاليا في فقاعة كنا في نفس الفندق متواجدين، ممنوع الخروج من الفندق، يعني فندق ملعب فندق تيلة أسبوعين تقريبا وبتكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله. طيب بعد تأهلك لكأس آسيا هتبدا بقى تحضر للدور الثالث في تصفيات كاس العالم، واعتقد الدور ده دور فاصل ومهم جدا في التاهل وخطوه اخيره قبل التاهل لكاس العالم 2022. والله لكل حدث حديث، ما يخفاش عليك ممكن سكوب ليك انت، صعبه الامور يعني بعد مباراه الصين لازم نفكر كثير، لاني مثل ما تفضلت وقلت معناها قلت لك انه سنه وثلاثة شهور والامور ما زالت يعني ما زلت ما خذيتش قرار نهائي في البقاء ولا عدم البقاء، يعني اتمنى ان نبقى مع المنتخب السوري نكمل
مشوار مع المنتخب السوري، لكن الامور صعبه جدا خاصه من الناحيه المعنويه والماديه، في صعوبات كثيره معنا في تحضير المباريات، في المعسكرات، في كل شيء، حتى معنا من خلال جماهيريا يعني المنتخب السوري مش متمتع بالجماهير بتاعه، ما يلعبش على ارضه وما يلعبش جمهوره، تعرف انت عامل ارض الجمهور في تصفيات كاس العالم طبعا قديش عندها معناها قيمه معنويه كبيره بالنسبه لبقيه اللاعبين. اضف الى ذلك معناها تعرف انا ممكن نتعدى ما فيش مشكل، لكن عندي طاقم فني ورايا كامل يعني سنه وثلاث شهور من غير راتب صعبه كثير على اي مدرب ولا على اي اطار فني. ان شاء الله بتملك التوفيق الفتره الجايه كابتن نبيل، وتقدر تحقق طموحاتك في الفتره القادمه. طيب هاخدك شويه من كورس التدريب واروح لكورس التحليل. انت اولا بتعشق التدريب ولا التحليل اكتر؟ لا التدريب اكثر طبعا. التدريب احسن بدون ان اتشكل، لانه المحلل معناها جالس على كرسي ويحلل بعد المباراه، يقول والله المدرب كارو سوى كذا وكارو سوى كذا وليش لعب بالطريقه هذه وما لعبش بالطريقه هذه، لكن التحضير ما يعرفش شو معناها التحضير قبل المباريات وتيره الاسبوع والمدرب كيفاش يكفي. انا الحين معناها يعني قبل التمرين خرجنا من اجتماع نقراه في طريقه لعب المنتخب الصيني، تنشيطه الهجومي تنشيطه الدفاعي، هذاك الحلاوه نتاع التمرين نتاع التدريب. طيب نتكلم بقى في كورس التحليل شويه، واخد بقى وجهه نظرك ورؤيتك للمباراة المرتقبة والكل بالتأكيد بينتظرها، مباراة الترجي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا لقاء نصف النهائي. كابتن نبيل معلول شايف المباراة إزاي؟ شايف الإطار الفني في كلا الطرفين، بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، معين الشعباني مع الترجي، بيتسو مع الأهلي وصن داونز حقق البطولة مرتين، معين الشعباني مع الترجي حقق البطولة مرتين متتاليتين في الثلاث سنوات الأخيرة. والله مسيرة ناجحة ومتميزة بالنسبة للمدربين الاثنين بدون أدنى شك. يعني الفريقين الاثنين حاليا في افضل حالاتهم، ولو انا شخصيا كنت بفضل انه سواء النادي الاهلي والترجي الرياضي التونسي ما يصيرش التوقف هذا في الفتره الاخيره، معناها فهمت تكمل هناك مباريات، لكن تعرف موجوده في فداي والمباريات تشالت، معناها بالنسبه لكل معناها ممكن ما نشوفش نشاهد مباراه فنيه على مستوى عالي جدا يوم 19، لانه كم صار لهم يعني ثلاثة اسابيع تقريبا ما لعبوش الفريقين الاثنين قبل مباراه يوم 19، ممكن كانت تاثر على الفريقين الاثنين اذا على فريق اذا كان فريق لعب وفريق لا، لكن بما انه الفريقين الاثنين ما لعبوش وقعدوا يتدربوا فقط ويلعبوا في مباراه وديه مش يكون تاثير سلبي على الفريقين الاثنين، ممكن سلبي من الناحيه الفنيه اكثر شيء ممكن، لكن نعرف انه المباراه هذه وانت تعرف محمد يعني 2011 الاهلي كان في افضل حالاته الفنيه والبدنيه، وفي الوقت ذاك افضل من الترجي، والترجي معناها فاز عليه في تونس وتعادل معاه، وقت اللي فزنا احنا بالتشامبيونز ليج وانا ندرب في الترجي 1-0 في تونس 1-1، والترجي وقت كان في افضل حالاته واوج العطاء الاهلي معناها تعادلنا في الاسكندريه وفاز علينا الاهلي في تونس، يعني صعب واحد يقول لك ان يقدر يتكهن في مباراه مثل الترجي والاهلي، تعرف ليش؟ لانه المباراه هذه يوم المباراه اللي باش يكون جاهز معنويا اكثر وفي افضل حالاته وياخذ الاسبقيه المعنويه في بدايه المباراه، لان المباراه هذه تتلعب مش جزئيات اكثر من جزئيات صغيره، هناك نقاط قوه ممكن تولي نقاط ضعف، كيفاش بسرعه معناها المدرب وبالبداهه نتاعو يقدر يصلحهم بسرعه، وممكن نقاط ضعف تولي نقاط قوه في المباراه، هذا الشيء اللي يعمل الفارق في المباراه بين الترجي والاهلي بدون ادنى شك، التحضير المعنوي الذهني اكثر من التحضير التكتيكي في المباريات هذه. طيب تجربة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي وإحرازه للبطولة التاسعة على حساب الزمالك في النهائي الشهير السابق، كيف تراها كدافع معنوي قبل مواجهة الترجي التونسي، ومشوار بيتسو حتى هذه اللحظة مع النادي الأهلي بيسير بخطى جيدة في إطار تجربة إفريقية جديدة كان قرار مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب في شهر أكتوبر الماضي يا كابتن نبيل؟ ما فهمتش سؤالك يا محمد. سوري يعني بيتسو موسيماني حقق التاسعة مع النادي الأهلي، هل ممكن ده يكون دافع معنوي ليه قبل مواجهة الترجي التونسي؟ وفي نفس الوقت عايز أعرف رأيك برضو في التجربة الإفريقية في اختيار الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي لبيتسو موسيماني مديرا فنان للأهلي في هذه الفترة. الدافع أظن لأنه ما أظنش أنه لاعبي الأهلي بش يفكروا أنه في مباراة معناها العام الماضي اللي فازوا بها على نادي الزمالك، معناها صعب جدا يعني باش يكونوا مركزين على الترجي ولا شيء غير ترى، شوف انت معناها وسائل الاعلام سواء في تونس ولا في مصر يعني تقريبا ملي القرعه ملي تاهل الاهلي وتاهل الترجي النصف النهائي واحنا ما نحكيوك عن على الترجي والاهلي والاهلي والترجي يعني سواء في تونس ولا في مصر،
بدون ادنى شك. المباريات اللي قبلها الكل تنسات، حتى اللي تلعبته اللي فاز فيها الاهلي ولا اللي فاز فيها الترجي، ولا البطولتين اللي فاز فيهم قبل الترجي، ولا البطوله الاخيره اللي فاز فيها الاهلي. بالنسبه لاختيار الكابتن محمود الخطيب، اختيار اكثر من ذكاء كبير، انا نعتبره معناه ذكاء كبير، ونسميه انا دهاء كروي، دهاء بالمعنى معناها الايجابي، دهاء كروي كبير من الكابتن محمود الخطيب. معناه مثل ما كان لاعب في الوقت ذاك، الفريق كان في حاجه الى مدرب يعرف الاجواء الافريقيه، يعرف الاهلي لانه يعني يلعب كل سنه الاهلي مشارك في الشامبيونز ليج، وسان داونز كل سنه مشارك في الشامبيونز ليج، يعرف كل صغيره وكبيره على الفرق الاخرى ايضا اللي مشاركه في الشامبيونز ليج. ما اظنش انه باش يكون باش يلقى اختيار اكثر من احسن من موسيماني في الوقت هذاك، يعني اختيار كان اكثر من صائب من الكابتن محمود الخطيب. هل هيكون عندك وقت وفرصه تحضر اي من المباراتين سواء في القاهره او في رادس؟ والله ان شاء الله انا باش نحاول باذن الله ان يكون متواجد باذن الله في القاهره ان شاء الله في مباراه العوده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تنورنا وتشرفنا يا كابتن نبيل. طيب سؤال اخير، علي معلول لو تحب توجه له كلمه، وعامل مشوار طيب جدا مع النادي الاهلي خلال السنوات الاخيره، وبقى خلاص جزء لا يتجزأ من تاريخ الاهلي ومن مشوار النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي بيعشق بشكل كبير علي معلول، ايه الرساله اللي تحب توجهها له؟ ايه الكلمه اللي تحب توجهها لاحد ابرز اللاعبين اللي دربتهم حتى مع المنتخب التونسي وكان موجود معاك في كاس العالم في روسيا؟ والله علي نورنا، نور علي نورنا الاهلي. علي نورنا، نور تونس، نور الاهلي، نور كره القدم الافريقيه. والكلام هذا قلت وانا من قبل ونعيده الحين، علي معناها من افضل، اذا كان مش افضل باك شمال عرفته كره القدم التونسيه بدون ادنى شك. ونفس الشيء بالنسبه للنادي الاهلي، رغم على مرور النادي الاهلي معناها لاعبين كبار في الجهه اليسرى، ونفس الشيء بالنسبه للمنتخب التونسي وكره القدم التونسيه. يعني انا شخصيا معناها تفاجات وانبهرت بالمردود المتميز اللي قدمه الاهلي، اللي قدمه علي معلول مع النادي الاهلي. نتمنى له الاستمرار، ونتمنى له يبقى على نفس المستوى والمردود اللي قدمه في السنوات الاخيره. من سوء حظه انه تعرض الى اصابات معناها في الفتره الاخيره، لكن انا متاكد انه بالجديه نتاعه والنديه نتاعه والانضباط نتاعه انه علي قادر باش يرجع اقوى احسن واقوى من اللي كان باذن الله. ونتمنى له النجاح والتوفيق في مسيرته ان شاء الله يا رب باذن الله. كابتن نبيل معلول انا بشكرك، انا عارف عطلتك عندك تمرين، بس بجد انا سعيد جدا بهذه المداخله، وبشكرك شكرا جزيلا بجد على هذا الكلام، وبخصوص حديث مباراه الاهلي والترجي. شكرا جزيلا كابتن نبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري. ولو هتتكلم على مباراة الأهلي والترجي، أكتر واحد عنده ذكريات وعنده تفاصيل كتيرة بخصوص هذه المباراة، وبإذن الله إن شاء الله تكون مباراة كبيرة نشوف فيها تأهل يا رب بإذن الله للنادي الأهلي بعد لقاء الإياب في القاهرة يوم 26 يونيو على حساب الترجي التونسي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد في برنامج الترند بخصوص هذه المباراة الكبيرة، الترجي والأهلي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.